نعيمة، أنا عايزك تشد شوية على المشرفات. الأوض جوه والحمامات مش نظيفة أبداً. أنا شفتهم النهاردة مفيش حاجة. مساء الخير. مساء النور، تحت أمرك. عمالة بخبط من بدري مفيش حد بيفتح. مدام مروة موجودة؟ حسب. يعني إيه؟ حسب حضرتك عايزاها في إيه بالظبط. بس متهيألي كده حضرتك عايزاها في حاجة حلوة قوي. استنيه لحد ما أقول لها. أقول لها مين؟ جميلة. اتفضلي حضرتك لو عايزه تبصي على الملجأ وتاخدي فكره. اهلا اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ المفاجاه الحلوه دي. ربنا يخليكي. بجد مفاجاه حلوه. اه طبعا. اقعدي حبيبتي اقعدي. انا خدت احسن تتضايقي او تستغربي لما تشوفيني. اتضايق؟ يا لهوي طبعا لا. انت جبتي العنوان منين؟ حضرتك قلت للمديره انك مديره برضه وصاحبه ملجأ خطوات، وانا بصراحه بتدور لحد ما لقيت العنوان عشان عايزه حضرتك في موضوع مهم. انا تحت امرك يا حبيبتي، بس المهم انت بخير وباباكي بخير؟ اه الحمد لله انا كويسه. بابا هو اللي مش كويس. ليه؟ ماله؟ بيحبك. بصي يا طنط مروه، بابا انسان حساس قوي، وانا اكتر واحده بتحس بيه. ساعة ما دخلت حياته هو متغير. أنا عارفة إن ده طبيعي، بس أنا مش عايزاه يتوجع. أنا كنت صغيرة بس لسه فاكرة قد إيه هو اتوجع لما ماما سالها وما ماتت. فلو حضرتك داخلة حياته وأنا وياها تكملي، خلي بالك منه، بلاش تأذيه. حضرتك بتبصيلي كده ليه؟ بسم الله ما شاء الله، كبرتي قوي. يعني إيه؟ أقصد يعني إن أنت عقلك سابق سنك بكتير، وإذا كان على أبوكي ما تخافيش، أنا لا يمكن أأذيه. بس سيبك أنت من كل الكلام ده، أنت منورة الدنيا. تعالي بقى أفرجك على الملجأ، عايزة رجلك تاخد على هنا كتير. يلا تعالي. يلا تعالي يا حبيبتي.